فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل على النساء زكاة في الحلي الذي أعد للبس؟ الصحيح أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيه، لأن عائشة لم تكن تزكي حلي بنات أخيها محمد بن أبي بكر، لم تكن تزكيه وهي ولية عليهن، فدل. وكذلك الصحابة، جمهور الصحابة وجمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه، لأنه لا يعد للتجارة وللنمى، إنما يعد للاستعمال مثل الملابس والمراكب. نعم، صحيح أنه لا زكاة فيه. نعم، وهذا يحرج المرأة خصوصا الفقيرة، صار له خاتم ولا لا حلي تزين به في المناسبات، وتقولون كل سنة عليه زكاة، من أين له الزكاة؟ في إحراج. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.